أحبة اليوم نشتكي فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء وكل واحد قاعد يفضفض للثاني صح؟ ولين سجد أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره. عندنا مشكلة مع السجود، وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في حياتك كلها. أحبتي ليش لا شكينا للناس؟ تلقى الواحد يطلع قلبه ويتكلم، لا شك إلا العزيز ساجد يرفع بسرعة، وحتى هو ساجد بين يدي الله من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له. والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خذ الآية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين، كلمني واحد قبل رمضان بكم شهر فهو يتكلم، أقسم بالله يا جماعة يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي، وقال قصة ما نبقيها، لكن قصة صراحة مؤلمة. قلت والله يا حبيبي، قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك ومن شكواك، لكن والله العظيم أن ربي أرحم مني. لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون خطة. قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته لي بنفس الطريقة وانت ساجد؟ تقدر البكاء ذا ويطلع لله وانت ساجد لحالك؟ اقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا اخي، قال طيب وش توصيني عليه؟ قلت اوصيك بشيء واحد، لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه. وسكر. بعدها باسبوع لو خميس الجاي دق علي قال انا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء، قال ابغى اقول لك بس كلمه تكفى ذكر فيها الناس. قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما قلتوه. تنال السعادة والرشاد، تسقي حياتك راحة، تنجيك في يوم المعاد، قف للإله.